تريب وتفيد كوتي مسكنين بها ها كاين ساكنين كوتي اللي من هيك هذا كوتي حنا نتاسفوا على الحال اللي كانت فيها القصبه كيفاش ولات بعد من القصبه هذه خرجت الرجال خرج منها علي لابوانت العربي بن مهيدي كانوا فيها رجال كما التاريخ يبدا من قبل الثوره وزيد الثوره واروح كانت تشوف كي تشوف القصبه تشاه تشوف المقانه تشوف ديور شابين تشوف الاخر ومن بعد لحقنا عليك الوقت اللي رانا فيه شوف القصبه ديور تاعها كاع رايبين الاهمال من عند السلطات ما كاش كاع ماشي كاع سامعين بها كي تسمعهم يهضروا في لي ميديا كدا تقول القصبه مليحه يقول لك رممنا يقول لك درنا الناس ما تعرفش تقول لك صح داروا بصح كي تدخل لهنايا اللي يدخل معنا كيما اليوم دا جيت لينا تشوف الحقيقه تاع القصبه باش ما يزيدش يكذبوا عليك والناس اللي تكذب عليها تشوف ديرك على المباشر كيما نقولوا حنايا هاي لك الصوره الحقيقيه حنا نتاسف لهذا الشيء اللي رانا فيه اه تراث دو باتريمون اكسيتيرا اكسيتيرا اين يا ريان لي زوتوريتي راهي صار ما تمتش باش الناس تشوف شي شنا حاجه كبيره تشوف خلعتو شوف خليته هكذاك راه جيت قال لا 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 عمر راك تشوف القصبه كيفاش ولات بعد ما كانت يسمى يضربوا بها المثل كانت يسمى تاع تورات معروفه عالميا باللي القصبه تاع الجزائر تورات عالمي حتى اليونسكو دارتها سجلتها في الاخر تاعها في القائمه باللي هي تورات عالمي ودركاتيك اللي راهي ما بوندونيا كما يقول لك بالاخر بالدرجه معناتها تركوها للسلطات مانيش عارف انا كيف ماش تقول باللي حبينا نديروا القصبه ميوزي ومتحف وكذا وكذا بصح ما يدير والو باش القصبه تكون متحف ولا هذه هي تفاهم معاهم لهم الدوفي تاعهم وشنو الدوفي تاع ماشي 100% كيما اسمع هاي واش دير انت مع اخوك تمتم ما طولوش اه صافا راك تاخذ لي بري هم جازوا قبل الحكومه هذه ما داروا والو دونك مانيش عارف انا واش حنا مادا بينا الدوله تهتم بالقصبه خاطش القصبه صافي بارتي كثر من البترول كثر كثر شوف يخدموا الناس ثقافه سياحه عجب المعجب راهو هنايا اول شيء حبوا يفهموا البارح علاش عمر ما حبش القصبة تراب وحجر كي تشم الماء تحبط دخلوا ناس ما يعرفوش واش هو البير يعاود البيت تاعو كي يعاود ولا يعاود دارو الحجر وين يرميه يرميه في البير الماء وين يروح يمشي للساس هذا هو المشكلة هذا هو سبب القصبة وبدات تروح القصبة فيها تقريب 1200 دار القصبة 1200 دار تقريبا 400 وشي رابت كاين اللي بداو يرمموا حبست ما همش يكملوا فيها تقريبا 308 حمم كما نقولوا حنا قال سيدي رمضان سيدي ديريس حميدوش فهمتني الحوم هادو هما كان فيها تقريبا 124 مسجد ابيبري هكذاك كان 124 جامع بلا المصلات فيها تقريبا 150 عين شي مشكل المونطا